يسعد اوقاتكم متابعينا بكل خير. اللي تابعنا القناه لاول مره ما ينسى الاشتراك بالقناه وضغط زر الجرس ليصلكم كل جديد. اليوم راح نعمل وصفه البرياني. سبق وعملت وصفه برياني دجاج، راح احطها بصندوق الوصف. اليوم بلحم الغنم، وصفه كثير سهله وبسيطه. خلينا نروح لخطوات تحضير الوصفه هاي. اليوم راح نعمل البرياني. بالبدايه راح اعمل صوص البرياني. طبعا عندي رز البسمتي راح اسلقه نص سلقة عشان نضيفه معاهم على شكل طبقات. بس بالبداية هلا راح نعمل الصوص اللي ينعمل للبرياني. بالبداية عندي هون سمنة حطيتها، وعندي هون بهارات حب مشكلة، هذا الشمرة، الكمون، ورق الغار، قرنفل، فلفل اسود، هيل، بالاضافه الى قرفه راح اضيفهم. طبعا هاي كميه كبيره، لو تشتغلوا كميه بالبيت تكون اصغر. التوابل هاي ما راح نستهلكها، بنستهلك كميه اقل. هاي بالبدايه راح شوية اسخنها عشان تطلع نكهه التوابل. هلا بعد ما التوابل بداوا يسخنوا حطيت عندي هون زنجبيل، فلفل اخضر حار اختياري، بالاضافه الى الثوم نفس الكميات، طبعا الفلفل اقل، ثوم والزنجبيل نفس الكميات. خلطهم رح احط ملعقة كبيرة. هلا بعد ما اخذ هون رح اضيف الطماطم مقطعة مكعبات. عندي هون لحم غنم انا سلقتها، ورح اخلي المي، كمان رح احتاج المي شوي، طبعا مسلوقة وجاهزة. عندي هون بصل محمر رح استخدمه لعمل الصوص. في حال ما كان موجود عندكم ممكن بصل عادي تضلوا تنزلوه قبل الطماطم عشان تقلبوه يصل للون هذا الاحمر، لون كرمل البني، بيعطي طعم كثير طيب لصوص البرياني. فأنا مجهز البصل اللون البني هذا، راح أضيفه على الطماطم، بسه على الطماطم، راح أقلبهم مع بعض. قبل ما راح أضيف التوابل، أنا التوابل مجهزهم. عندي ملعقتين فلفل أحمر حار اختياري، عندي عبدة صفراء، الكركم ملعقة ونص، ملعقتين جرم مسالة الحارة. ان شاء الله راح احط رابط تحضير الجرم مسالة في اسفل الفيديو، بالاضافة الى الكاري بودرة. هاي عبارة عن بهارات مشكلة، تقريبا 7 بهارات. راح انزلهم، قلبهم مع البصل والطماطم عشان يتنكهوا مع بعض. رجعت نزلت طماطم مركزة تقريبا 4 ملاعق كبار. هاي راح احط ياغوت، زبادي، روب، فوق التتبيلة. قلبهم مع بعض، وراح اضيف شوي من مية اللحم الغنم. هلا بعد ما ضفنا المي خليها شوي تتسبك مع بعضها، راح ننزل اللحمه كمان، خليها هيك تاخذ من الصوص يتسبكوا مع بعض. نضيف شوي ملح، شوفي اذا بدا ملح. هلا قبل ما ننزل اللحمه حطيت شوية نعناع ورق مقطع، بالاضافه للكزبره الخضراء. تركت شوية نعناع بالإضافة للكزبرة، راح زين فيها الرز مع اللحم المرحلة الثانية. هلا راح ننزل باللحم هون كمان، نخليهم مع بعض يتنكهوا. واني هلا الصوص صار عندي تقريبا جاهز، خليه 10 دقائق لحتى يتسبك بشكل جيد. نروح لمرحلة الثانية، هي نقع الرز البسمتي. راح ننقعه عشان نسلقه نص سلقة، ما راح اكثر عليه بالسلق لانه راح ارجع اعمله طبقات مع اللحم، صوص اللحم هذا الطبقات ندخله على الفرن. خليكم معنا. إذا خليتها لتبرد، نقعت رز بسمتي سلقته تقريبا اكثر من نص بشوي، شايفين 9 حبة كيف، لان نقعته يعني فتره كثير منيحه، اكثر من نص ساعه. رجعت سلقته، بسلقه، لما بسلقه بحط ورق غار، شويه قرفه، قرنفل، فلفل اسود، بتخلص منهم مجرد ما اخلص سلق الرز. عندي هون للتزيين عندي كزبرة خضراء ونعناع، عندي ملون احمر مع شوية حليب، ضفت له ملون احمر. هذا الملون اذا مش موجود الاحمر ما في مشكلة، اختياري. عندي كاجو او اي نوع مكسرات انتم بتفضلوه، لوز او اي شيء، بالاضافة الى البصل المحمر. قلبهم مع بعض عشان زين فيه طبقات الرز. بالاضافة عندي هون انا خالط ماء ورد، بالاضافة للزعفران، شوية ملون اصفر، بتركهم بيطلع نكهتهم كثير طيبة، بستخدمها للرز.
عندي هون مسخن شوية سمنة رح أضيفها على هيك رش على الرز آخر شيء. هلا أجيب صينية رح أحط فيها البرياني طبقات برياني عشان أدخلهم الفرن. في حال ممكن ما حبيتوا تدخلوه بالفرن ممكن بقدر كبير نفس الطريقة بس تحطوه على النار خفيفة كتير كتير بس شوي تتنكى يعني شوي تسخن القدر وتشيلوها يعني تقريبا ممكن 10-15 دقيقة بتكون جاهزة. رشة نعناع كزبرة بصل مع المكسرات وفي ناس ممكن نضيف كمان زبيب يفضل الإضافة زبيب بس أنا ما راح أحط زبيب. نزل بالرز طبقة خفيفة من الرز. هلا راح أضيف صلصة اللحم اللي سويناها راح أحط كمان طبقة عشان أعطيها طبقة رز ثانية. طبعا هاي الورق الغار التتبيل اللي حطيتها أول شيء بالبداية القرفة هذول بنخلص منهم عاد الزمونة. شايفين إخواني حطيت طبقة اللحمة صلصة اللحمة جهزناها راح أحط رشة رز خفيفة بس بعد ما حطيت طبقة الرز فوق الصلصة اللحمة راح أحط رشة كزبرة مرة ثانية. الطبقة اللي حطيتها أول شيء أحطها كمان نفس الشيء أرجع أحط لها رشة البصل مع المكسرات نفس الطبقة برضو راح أرجع أعطيها مرة ثانية رز. هلا بعد ما حطيت طبقة الرز راح ألونها أعطيها شوي ملون الأحمر والمية الزعفران مع الملون الأصفر مع رشة السمنة وأدخلها للفرن. لأن كونها هاي مش كبيرة فعملتها بس طبقة رز اللحم بعدين طبقة رز بس أطلعها من الفرن. ممكن أزينها أرجع أزينها بالكزبرة والنعناع بالإضافة للبصل مع المكسرات ملون الأحمر خطوط خفيفة. هلا راح أحط الملون الأصفر بس بقع صغيرة ما راح أحط كل الرز بدي أخلي الرز يطلع معي ثلاث ألوان. رشة سمنة فاني راح أغطيها وأدخلها الفرن. درجة الفرن تكون حرارة عادية يعني 200 كمان ما في مشكلة. هلا بعد ما غطيتها راح ادخل الفرن راح اجهز كانتينر ثانية صينية ثانية بنفس الطريقة. كزبرة خضراء رشة نعناع بصل مع مكسرات رز بخلي طبقات بين طبقة كل المكونات بخلي طبقة الرز. لو حطيت الصوص اللحم على البصل والكزبرة راح تلصق عليها وما راح يطلع شكلها حلو. طبعا اثناء سلق الرز رشة ملح للرز المي تبعت الرز كونه انه الرز مسلوق بدون زيت عم نحط له اخر شيء احنا سمنة. هلا صوص اللحمة نرجع مرة ثانية نحط بعد ما حطيت صلصة اللحمة راح ارجع فيها رشة رز. هلا بعد ما حطيت طبقة الرز راح كمان نفس الشيء طبقة الكزبرة النعناع والبصل. بعد ما حطيتهم راح احط رشة رز عشان اضيف شوية لحم من صوص اللحم. نفصل طبقات بيناتهم ما ذكرت مشان ما يتلصق اللحمة مع الكزبرة والنعناع. هلا بعد ما نضيف صوص اللحمة طبعا وزعتها عشان تكون لما نخلط تكون كل شيء لحاله تكون هيك مفردة مش نجمع مكان رز كتير ومكان لحمة كتير تكون موزعة بشكل جيد. الرز نضيف رشة خضرة رشة بصل احط فوقهم فوق شوية رز لانه اذا حطيتهم بالفرن مباشرة على الالمنيوم عشان متغير لونهم فبخليهم يتغطوا بالرز. هلا راح نجي لمرحلة التلوين ملونات مية الزعفران ومية الورد ملون احمر. شايفين ملونات بحطهم باماكن شكل على شكل بقع عشان يطلع الرز ملون معنا وخلي البياض هذا عشان يصيروا ثلاث الوان معنا. هلا السمنة رشة السمنة. هلا هون كمان راح ارجع اغطيها ادخلها بالفرن بس انه شوي تسخن يكون فيها صار فيها سخونة دليل انه جاهزت يعني بتتعاد تقريبا 10-15 دقيقة بشكل كتير جيد عشان تطلع نكهة البرياني هيك نكهة والرز مع الصوص ياخذوا نكهة السمنة مع مية الزعفران ومية الورد. هلا دخل الفرن ورجع لكم بس اخواني هلا هيك صارت جاهزة
طبعا الرز اللي فوق هذا كانوا انه ملون، راح اشيله احطه على جنب، بس انزل صحن السكب، سكب البرياني بحطهم صينية كبيرة وبرجع ارش عليه الرز ملون، وارجع ازينه بكزبرة خضراء اضافة للنعناع والبصل والمكسرات. هاي كانت وصفتنا اليوم، بتمنى يكون وصفنا نالت اعجابكم. شكرا للمتابعة، نلتقيكم بوصفات جديدة.